فلورايد الأسنان. الفلورايد هو عنصر طبيعي يساعد على حماية مينا الأسنان من الأحماض المسببة للتسوس. يعمل الفلورايد بطريقتين: يعوض نقص المعادن في السن والتي تظهر بشكل بقع بيضاء على الأسنان، هذه البقع تكون أكثر عرضة للتسوس. حماية وتقوية مينا الأسنان. من أين نحصل على الفلورايد؟ استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد أثبت نقصان ملحوظ في قابلية الأسنان للتسوس منذ عام 1960. استخدام غسول يحتوي على الفلورايد لزيادة الحماية ومقاومة الأسنان للتسوس. جلسات الفلورايد لدى طبيب الأسنان كل 6 أشهر للأشخاص أو الأطفال الذين يعانون من ارتفاع في نسبة تسوس الأسنان أو ضعف عام في مينا الأسنان.